إذا اليوم دكتور بدنا نحكي عن التهاب الأذن الوسطى، يمكن هذا مرض مش جديد، شائع وموجود، ولكن في البداية خلينا نعرف شو هي الأمور اللي ممكن تخلينا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. هسا التهاب الأذن الوسطى، إذا بدي أحكي شوي بس عن التهاب الأذن الوسطى شرح بسيط. هسا إحنا بهمنا بالتهاب الأذن الوسطى إنه في قناة أستاكوس، قناة أستاكوس هي اللي بتوصل الأذن الوسطى مع الأنف، هي تنفيسة الأذن. دائما بنحكيها احنا بالعامية تنفيسة الأذن، يعني غرفة مسكرة لازم يكون فيها تنفيسة، إذا سكرنا التنفيسة بصير فيها ضغط وبصير فيها عرضة بتصير لالتهابات أكثر. هسا احنا من أسباب اللي بصير عنا التهابات الأذن الوسطى بتفرق عنا من الكبير للصغير، بس almost the same. عند عادة مثلا بعد رشح، بعد التهابات المجرى التنفس العلوي ممكن ينتقل الالتهاب للأذن الوسطى عن طريق قناة أستاكوس. برضه طبعا بالأطفال بهمنا في عادة بتكون family history، مثلا ممكن يكون لما يتعرض الطفل مثلا الأهل للتدخين بدخنه، يتعرض الطفل للدخنة من الدخان، هذا من الأشياء من الأسباب المهمة. كمان البوتل فيدينجز كمان بهمنا. ليه البوتل فيدينجز بهمنا؟ لأنه بالأطفال قناة أستاكوس هي عبارة عن بتكون أقصر وأضيق شوي، فبتصفي التنفيسة مش زي للكبار، الكبار بتكون أطول. كمان شغلة ثانية إنه عند الكبار بتكون قناة أستاكوس مور أوبليك، يعني بتكون مايلة أكتر، عند الأطفال بتكون هوريزنتال مستوية، فبصفي مستوية، فبصفي كثير سهل إنه يفوت عليها الالتهاب، كثير سهل. لما مثلا طفل مثلا سبيشلي بأول سنين من عمره لما يرضع بالبوتل فيدينج بده لما يكون نايم على ظهره يكون عرضة للالتهاب أكثر. ودائما زي ما دائما نحكي إنه الالتهاب الأذن الوسطى دائما بالأطفال أول سنين بحياتهم بيكون بين كل 4 أطفال ممكن 3 أطفال ينصابوا بالتهاب الأذن الوسطى، فيعني نسبة شائعة وعالية يعني نعم. فهي هو معناته مرض بيصيب الكبار، ولكن بيصيب يمكن الأطفال بشكل أكبر لأنهم معرضين أكثر، لأنه زي ما ذكرت القناة بتكون مختلفة عن الكبار. طيب إذا بنحكي عن الأعراض اللي ممكن أنها تظهر على الكبار أو على الأطفال لحتى نعرف أنهم هم مصابين بهذا المرض. هسا شوفي، أهم عرض عنا هو الألم، ألم في الأذن، هي من اهم الاعراض في التهاب الاذن الوسطى عند الكبار وعند الصغار. عند الكبار اكيد راح يحس بالم، الصغار تعرفي ما بيقدروا يعبروا على الالم، فتلاقي الطفل ايرتبل ما بيقدر، يعني بتلاقيه بيبكي كثير، بصير يمسك دانه، هاي الشغلات الاكل تبعه بقل، فهي الشغلات بتدل ان للطفل سبيشلي بالاعمار الصغيره انه عنده التهاب الاذن الوسطى. بلس الشغله الثانيه، انت لما يصير عندك التهاب الاذن الوسطى بصير في سوائل بطبله الاذن، ما هو التهاب وهي غرفه، فصار في سوائل، والسمع لما موجات الصوت تدخل جوا الاذن تدخل من القناه الخارجيه للاذن الوسطى، راح يصير في اهتزاز طبله الاذن ويوصل للعظيمات اللي بنعرفهم كلهم داخل الاذن الوسطى، في سوائل، فراح يصير ضعف سمع توصيلي. فهي برضه من الاسباب، زائد الحراره. هسه في غلط شائع بصير عندنا دائما هي الدوخه. الناس بتحكي دكتور انا دايخ عندي التهاب الاذن الوسطى بدون ولا عرض ثاني، وتز هذا غلط. سبيشلي عادة مرة جاني مريض بحكي لي دكتور أنا كل ما أدوخ بأخذ حبة أموكلان بروق، وتشز يعني هو أخذ مضاد غلط. نعم. مضاد حيوي راح يعالج الأذن الوسطى طبعاً، بس الدوخة لحالها ما مش العرض الكافي، مش العرض الكافي. حتى كأذن وسطى ما بتعمل دوخة، الأذن الداخلية اللي بتعمل الدوخة، هي ممكن تعمل عدم توازن. نعم. خلينا بما انه ذكرنا هذا كمان الاذن الداخلي، خلينا نحكي الفروقات. يعني ذكرت لنا بانه الدوخه هي مش المفروض تكون عند الاذن الوسطى، يعني هي بتكون في عدم توازن. عدم توازن. تمام. خلينا نفرق بيناتهم عشان يمكن في لخبطه بيكون عند الاشخاص. بس شوفي احنا في عندنا، احنا الاذن تتقسم لثلاث اقسام. عندنا الاذن الخارجيه، القناه الخارجيه، وهو احنا اللي بننظف فيها الصمغ، وتشز كمان من الاشياء المهمه انه ممنوع استخدام نكاش الاذن للالتهابات مشان ما يصير التهابات الاذن، لازم ننظف بالمحارم. بلس انه في عندنا الاذن الوسطى وفي عندنا الاذن الداخليه. الاذن الوسطى هي الحجره اللي موجوده فيها العظيمات، والاذن الداخليه اللي هي اللي فيها القوقعه المسؤوله عن السمع، زائد في عندك المسؤوله عن توازن الجسم. هسه دائما في لما يصير في دوخه بيكون في اعتلال في كريستالات الاذن عاده، او بيكون في احتقان في عصب المسؤول عن الدوخه. هسه طبعا علاجاتها مختلفه جدا عن التهابات الاذن الوسطى، ولكن هاي الفروقات خلينا نحكي بين هدول، يعني عشان الاشخاص اللي بصير في عندهم اعراض يعرفوا يميزوا ايش اللي ممكن. فروقات هي اعراض الاذن الوسطى اللي حكيناهم، والفروقات هون بتكون في دوخه عاده، سبيشلي ممكن تكون دوخه مدتها مثلا ثواني بعدين تختفي، ريليتد لحركه الراس، لحركه الجسم، بكون الشخص مثلا نايم على مثلا بالتخت بلف بصير مع الدوخه، حركه الراس لا 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 مثلا لما واحد يرفع راسه لفوق ممكن يصير مع دوخه. في كثير اعراض للدوخه هاي
بتميز بين الأذن الوسطى. الأذن الوسطى لازم يكون فيها يعني ألم، حرارة، ضعف في السمع، هدول أسباب بتميز. يمكن دائما هو الطبيب المختص هو الفيصل بما يتعلق أكيد بتشخيص الأمراض. هذا علاجها مضاد حيوي وعلاجات، هذا علاجها التمارين. نعم. بما أننا عم نحكي عن العلاجات، خلينا نحكي عن علاج مرض الأذن الوسطى. ذكرت إنه مضادات، وإيش كمان ممكن إنهم يأخذوا؟ هسا عادة طبعا إحنا دائما بهمنا صحة الأنف، يعني برضو من الأسباب اللي بتعمل التهاب الأذن الوسطى عدم اهتمام صحة الأنف. فإحنا دائما نعطي غسولات للأنف، بخاخات أنفية، مضاد احتقانات، زائد مسكنات للألم الأذن الوسطى. عشان هيك دائما بننصح إحنا دائما الأهل، كل ما حدا يجيني على عيادة بنصحه بحكي له للأهل سبيشال الأطفال اعملوا غسول للأنف. في عنا غسول في الصيدلية جاهز، في غسول ممكن تحضره الأم، هو عبارة عن مي وملح وكربون، كربونة الأكل هاي نفسها. غسول للأنف دائم يتم استنشاقه، يتم استنشاقه للطفل. نعم. أخيرا دكتور، يمكن نعرف هلا في بفصل الصيف تكثر رياضة السباحة، في كثير أشخاص بيمارسوا هاي الرياضة وبسبب السباحة أيضا بنتقل هذا المرض، تحكي لنا نصيحة السباحة. أهم نصيحة إحنا عادة في السباحة هي إحنا ارتداء سدادات الأذن في السباحة، مشان نوقي الأذن، لأنه هي إحنا الأذن الخارجية بجوز هذا البارت ما حكيناها، الأذن الخارجية قناة، هاي القناة لازم نحميها شوي. القناة هاي ما بزبط كمان تفوت فيها مي، لأنه هي أصلاً هي بتحمي حالها إنه بتمنع المي بدخولها، لأنه في لاير بتكون على القناة بتمنع المي في دخولها. دليل على هذا الشغلة إنه أنت لما تحطي مي مثلاً، واحد لما يتحمم ما بتفوت المي جوا دانه غير إذا كان في شامبو أو في صابون معه، لأنه الصابون لما بيخفف من تماسك المي، بزوجة فيه لا بيخفف من تماسك المي، يعني لما القطرة تكون على الأرض بتبين قطرة طالعة متماسكة مع بعض، لما يكون فيها صابون لقيها فاردة ما بتكون قطرة. فهاي الفكرة إنه المي بتفوت جوا الأذن. مشان هيك كمان إحنا كأطباء الأنف والأذن والحنجرة ما منفضل نكاشة الأذن. كاشة الأذن هي بتفوت الصمغ لجوا، بتعمل مشاكل، بنفضل المحرمة، تنظيفه بشكل خارجي. تنظيف عادة أنا كل حدا بحكي له دائما بمسك محرمة بلفها بطريقة زي مثلث، دائما بحكي المثل ده، تعرف مثل وين دانك يا جحا، تمسكي دانك زي هيك، تفتحي القناة بعدين بتدخلي المحرمة جوا الأذن، وتنظيف بسيط بسيط. نعم. هو مسح الخارج لأنه أوتو كليننج بتعمل الأذن لحالها. نعم. إذا شكرا لوجودك معنا دكتور محمد أشرف لبن، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، شكرا لك لكل المعلومات اللي قلت لنا إياها.